يا مساء الخير على كل اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنعمل اكل خفيف لطيف ظريف وطعمه حلو في نفس الوقت، اكل ما فيهوش دهون كتير لكن فيه قيم غذائيه حلوه، بس في نفس الوقت طعمه برضو حلو. مش معنى ان احنا ناكل اكل صحي او اكل خفيف او اكل ما فيهوش دهون زياده او سكر او ملح كتير، مش معنى ده ابدا ان الاكل مش هيبقى طعمه حلو، هيبقى طعمه حلو ان شاء الله. النهارده هعمل لحضراتكم فراخ مشويه مع الخضار، هنستخدم فيها دهون قليله جدا بس طعمها هيبقى حلو جدا، وكميه الخضار متناسبه مع كميه الفراخ، هحكي لكم قصتها بالتفصيل. هعمل كمان لحضراتكم طاجن من الخضار والمشروم برضو مستوي بطريقه صحيه ولطيفه جدا وطعمه حلو. هنعمل كمان سلطه حلوه جدا من التونه اسمها نسواز. كل الخطوات وكل المقادير وطريقه الطهي وازاي هنطلع احلى طعم من المقادير دي هنعرفه، بس بعد ما نرجع من الفاصل استنونا. وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل عشان نشوف ازاي هنعمل الاكل السريع الصحي اللي طعمه حلو في نفس الوقت. النهارده هنعمل اول وصفه هي صدور الفراخ المشويه مع الخضار، هنشوف ازاي هنشويها بطريقه سهله وسريعه في نفس الوقت طعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بالظبط. هقول لكم بس المقادير الاول وبعدين ندخل على الوصفه على طول. المقادير: كيلو صدور دجاج مخليه من غير عظم او جلد، فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر، بصله مفرومه، كوسه، مكعبات بروكلي، طماطم طعم مكعبات، زيت زيتون، ملح وفلفل، معلقتين خل، راس توم كامله، وعودين قرفه خشب. دي المقادير اللي هنستخدمها، مش مقادير كتير بس هنطلع منها طعم حلو جدا. احنا مع حضراتكم من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء، تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الارقام الهاتفيه اللي موجوده على الشاشه قدام حضراتكم او من خلال صفحتنا على فيسبوك لقمه هنيه. يلا نشوف هنعمل ايه بالظبط. يلا بينا. طيب ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا هجيب الفراخ وبعدين هحطها هنا، وهجيب ملح وفلفل خفيف وفلفل اسود على الفراخ نفسها، وهحط زيت بس مش هحط زيت كتير، معلقه قد معلقه صغيره من زيت الزيتون. طيب هل الزيوت ضارة ولا صحية؟ ده سؤال مهم جدا، لأن جسمنا محتاج جميع العناصر الغذائية، كل حاجة، محتاج الدهون ومحتاج البروتينات ومحتاج الكربوهيدرات، محتاج كل العناصر الغذائية. النقطة بس فهو محتاج قد إيه من كل حاجة؟ يعني الجسم حتى محتاج سكريات، الجسم محتاج دهون زي ما كنا بنقول، محتاج ألياف، كل حاجة من القيم الغذائية ومن العناصر الغذائية اللي موجودة في الأكل الجسم محتاجها، بس هو محتاجها بنسب مختلفة. يعني في حاجة اسمها الهرم الغذائي، الهرم الغذائي ده فيه ترتيبة للأشياء العناصر الغذائية اللي جسمنا محتاجها، فهتلاقوا إن مثلا الزيوت بتيجي في قمة الهرم، الجزء اللي ضيق اللي فوق كده، فالجزء ده معناه إن إحنا محتاجين شوية صغيرين جدا. أكتر حاجة جسمنا محتاجها هي الكربوهيدرات والخضروات. ليه؟ الخضروات عشان فيها معادن، والكربوهيدرات عشان هي اللي بتدينا طاقة، لأن الكربوهيدرات دي بتتحول لسكريات، هي اللي بتدينا طاقة نقدر إن إحنا نعمل الوظائف الحيوية بتاعتنا. هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هشوي الفراخ على الجريل، مش هشويها عشان أسويها، أنا هشويها علشان تاخد مارك، عايزها تاخد علامة كده، وهقول لحضراتكم هعمل إيه بالظبط. ناخد هنا شوية زيت صغيرين، هعمل بيهم بس الجريل عشان أطمن إن الفراخ مش هتلزق، وبعدين هجيب بقية الفراخ وهحط الفراخ بالشكل ده، وممكن ابص عليها بصه اطمن شغاله كويس وزي الفل. حلو جدا الكلام ده. يبقى انا حطيت على الفراخ دلوقتي ملح وفلفل، وبعدين حطيت عليها معلقه زيت وبشويها من غير اي حاجه تاني اضافيه. حطي دي كده اهو، هنسيبها تاخد لون، انا عايز الفراخ تاخد لون، انا مش هسوي الفراخ هنا، انا هنا هدي لون وريحه الشوي بس، مش عايز اكتر من كده في المرحله دي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي هنا
في الطاسه دي هحط زيت الزيتون، وبعدين هجيب الخضروات، هبتدي بالبصل، وبعدين هقلب البصل تقليبه، البصل كده بدأ يتشوح تشويحة سريعة، واحنا حاطين زيت مش كتير. معايا بقى بقية الخضروات، معايا فلفل ملون، لو عندنا فلفل أخضر بس مش هيقول لأ، مفيش أي مشاكل. والطماطم دي هتتحط آخر حاجة، والثوم هوري حضراتكم هنعمل بيه حاجة حلوة جدا. المهم هنقلب دلوقتي البصل، هحط دلوقتي الفلفل. يا استاذه سمر ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام كله تمام، منورانا بالاتصال. الحمد لله، الله يبارك لك يا شيخ. شكرا. الحمد لله. قولي لي ايه الاخبار؟ هو ايه مفتحه على الهواء ولا ايه؟ انت على الهواء اهو. انا على الهواء دلوقتي؟ انت على الهواء يا استاذه سمر، يلا عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام زي الفل، وخير والله، منور الشاشة يا شيخ. الحمد لله. أكلك كله جميل جدا بجد. اه وأنا مبسوطة جدا. كنت بس عايزة أسأل حاجة. طبعا اتفضلي. كنت عايزة حضرتك تعملين أكلات صحية يعني للدايت وكده. حلو. واحد زهق بصراحة. عايزة أكلات صحية؟ أكلات صحية للدايت، يعني حاجات تكون طعمها حلو شكلها حلو. حلو جدا، حضرتك متصلة في اليوم المناسب. دايما ما بيبقاش يعني بيفتح النفس، ما هو في حاجات تفتح نفسنا. جميل جدا. حاجات شكلها كويس وفي نفس الوقت ما يكونش بزيوت او بدهون كتير كده يعني. حضرتك متصلة في اليوم المناسب، لان النهارده انا بعمل اكل صحي. النهارده بنعمل صدور الفراخ المشويه بدهون قليله جدا، ومعاها خضروات مختلفه. مش هنسوي الخضروات قوي علشان ما تفقدش القيم الغذائيه اللي موجوده فيها، وفي نفس الوقت هنطلع طعم حلو جدا من مكونات مش كتير، من مكونات ما فيهاش دهون وسكريات عاليه. فالنهارده الحلقه بتاعت حضرتك يا استاذ سمر، تابعي الحلقه ويا رب تعجبك ان شاء الله. نورتينا جدا ومشرفينا بالاتصال. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا شوحت الخضار، في نفس الوقت الفراخ بدا اللون بتاعها على الشوايه يتغير. اهلا وسهلا يا استاذة سلمى. اللون بدا يتغير من تحت. ازيك يا سلمى؟ يا سلمى. الو يا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. سنه كام يا قمر؟ انا سته ابتدائي. ثالثه ابتدائي؟ سته. ما شاء الله عليك، ده انت خلاص بقيتي عروسه اهو. أوه. مش طفلة ولا حاجة. عاملة ايه؟ قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه الاكل اللي انت بتحبيه؟ بيكاتا بالمشروم. تاني. بيكاتا بالمشروم. بيكاتا، انا سامع صح؟ ايه؟ من عينيا الاثنين، هعمل لك بيكاتا بالمشروم. طب استني بقى، خليكي معايا لحظة كده عشان نكتب اسمك بقى. استني اوعي تقفلي. استني، تعالي نروح هناك. بيكاتا بالمشروم، عايزاها فراخ ولا عايزاها لحمة؟ لحمة. لحمة، حاضر. سلمى. حاضر يا سلمى، من عينيا الاثنين، هعمل لك ده. تابعينا بقى يا سلمى. طيب، أنا دلوقتي قلبت الفراخ، يا أستاذة ريهام. أستاذة شيماء، إزيك يا أستاذة شيماء؟ معلش أنا بس سامعي تقيل شوية. ألو. إزيك يا أستاذة شيماء؟ إزيك يا شيخ، عامل إيه؟ عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ منورانا بالاتصال والله. ما ربنا يخليك، أنا بس حبيت أبارك لك على البرنامج. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا رب. تسلمي تسلمي. أنتِ متابعانا بتتفرجي على الحلقات؟ آه. طب إيه أكتر حاجات بتحبيها؟ إيه أكتر نوعية أكل بتحبيها؟ وإيه أكتر يوم وصفاته بتبقى متوافقه مع ذوقك الشخصي؟ لا، كل وصفاتك بجد، وصفاتك حلوه متجدده يعني. يا رب دايما تعجبك الوصفات. شكرا. نورتينا. مش عايزه حاجه مخصوصه نعملها لك في يوم من الايام او في حلقه من الحلقات؟ لا لا، لو في حاجه انا كده كده متابعاك يعني. خلاص، لو في حاجه كلمينا تاني قولي لنا محتاجه ايه بالظبط. نورتينا. طيب، هعمل ايه دلوقتي؟ انا جبت توم وقطعته. التوم ده انا عايز اعمل فيه ايه؟ عايز اشويه، وهقول لكم انا ليه هشويه. التوم ده انا قطعته من النص كده، وعايز له صينيه ما تبقاش كبيره. خلينا نشوف صينيه صغيره كده نحط فيها التوم دوت، يعني ممكن احطه حتى في قالب
كده اهوت، وهحط عليه شويه زيت صغيرين قوي، نقطتين زيت كده بس خلاص. هاخد القالب ده وهحطه في الفرن يتشوي، واقول لكم هيتشوي ليه. طيب حطيت ده في الفرن كده خلاص، وهاجي هنا هبص على الفراخ. مش عايز الفراخ تستوي سوا كامل هنا، انا يا دوبك عايز الفراخ تاخد لون وطعم الجريل بس، هو ده اللي انا محتاجه هنا. هبص عليها، محتاجه سنه هنا ودي برضو محتاجه سنه، ممكن بقى ننقل دي هنا ودي هنا، وبرضو ممكن ننقل دي هنا ودي هنا بالظبط، عمليه تبادل كده. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ انا خلاص شويت الخضار، بعد ما شويت الخضار هحط عليه الطماطم اللي انا ما حطيتهاش على النار. وليه ما حطيتهاش على النار؟ علشان ما تفقدش ميتها، الطماطم بتفقد ميتها بسهوله وبسرعه جدا، فمش محتاج احطها على النار وقت طويل. عايز بس اقول لكم على حاجه مهمه قوي، بعد ما بنشوي الثوم، الثوم بعد ما بيتشوي بيبقى طري، وانا شويه لهذا السبب. عارفين لما تيجوا تعملوا كده مثلا بابا غنوج، لما تيجوا تعملوا بابا غنوج وانتوا بتشوا البتنجانيه في الفرن، حطوا معاها تومايه كمان اشوها، علشان يبقى التوم مفروم فيبقى طري جدا، فلما يتقلب مع البابا غنوج ما تحسوش ان فيه كتل توم صغيره كده. بعد كده بسهوله جدا تقدروا ان انتوا تطلعوا العصاره. ممكن يجي ده يا احمد، انا بضغط على التومه بطلع التوم نفسه اللي هيبقى كانه توم مهروس بالشكل ده، وروح منزله تاني. ممكن نعملها في واحده كمان يا احمد. بصوا انا هعمل ايه، تومية احنا قطعينها نصين وشوينها في الفرن بالشكل ده. بعد ما تتشوي في الفرن بنقدر ان احنا نضغط عليها ونطلع العصاره اللي جواها كانها تومه اتهرست، بس هي كمان مشويه في نفس الوقت، فده بيدي طعم انتوا مش متخيلين عامل ازاي. ليه عملت كده؟ علشان ده اكل صحي وانا عايز انكهه. مش معنى ان الاكل الصحي دهونه قليله او طرق طبخه مش معقده ان هو مش هيكون طعمه حلو، لا بالعكس ممكن يبقى طعمه حلو جدا. بضغط عليها، بمسك القشر وانزل اللحم، اللحم المشوي للثوم، ده لحم ثوم مشوي. طيب هعمل ايه في ده؟ خليه هنا على جنب جنب الخضار. انا كده عندي الخضار متشوح وعندي البروكلي موجود، ما حطيتوش لسه على النار، عملت له بلانشنج يعني نزلته في ميه سخنه وطلعته وحطيته في ميه بارده علشان ما يحافظ على لونه، وعندي الثوم اللي انا هرسته، والفراخ هنا خدت لون من على الجنبين. انا كده ده بالنسبه لي ممتاز جدا، اقدر دلوقتي حالا ان انا ادخل الطاجن ده في الفرن، وهوري حضراتكم ازاي دلوقتي حالا. طيب هنجيب الطاجن وبعدين هحط فيه هنا، حطينا فيه القرفه، حطيت القرفه في الطاجن تحت كده حلو. هبتدي بقى دلوقتي ان انا احط عليها الخضار، هقلب بس تقليبه كده سريعه. الخضار ده حطيت هنا الخضار، والفراخ احنا مشوحينها، هفرد الخضار بالشكل ده، وبعدين هحط على الخضار ده التوم المشوي، لحم التوم المشوي. هاخد اللحم التوم كده وهرسه بايدي كمان هرسه، لو في اي قشره او حاجه قشر التوم نشيلها بره، وهبتدي ان انا اخد جزء كده من التوم احطه هنا. احنا بنستخدم طرق للتنكيه واضافه النكهات والاطعمه للاكل علشان تخلي حتى الاكل الصحي ليه طعم حلو، ما يبقاش اكل يعني مش لذيذ. مش شرط ان هو يكون علشان اكل ما فيهوش زيوت كتير ان هو يكون اكل مش لذيذ، لا ممكن يبقى لذيذ جدا زي ما انا بوري حضراتكم دلوقتي. طيب هعمل ايه؟ خلاص دي المرحله الاخيره، هاخد الفراخ بعد ما اديتها اللون، انا اديت الفراخ اللون بس، احنا كده سوينا الفراخ بنسبة مثلا 40-50%، ما سويناهاش بنسبة 100%. ليه؟ علشان هي لسه هتخش الفرن، هتكمل التسوية بتاعتها جوه الفرن. ده كده الشكل النهائي قبل ما ادخل الفرن. انا دلوقتي محتاج ان انا ادخل الطاجن ده الفرن. هيقعد في الفرن قد ايه؟ هيقعد في الفرن ربع ساعة بس، يعني ربع ساعة على درجة حرارة 170، هتلاقوا ان هو طلع مستوي، الخضار مستوي وكمان الفراخ مستوية. دلوقتي احنا هنطلع فاصل، وهنرجع من الفاصل نوري حضراتكم ازاي هنعمل بقى طاجن الخضار. استنونا.
وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل بعد ما حطينا طاجن الفراخ بالخضروات في الفرن. دلوقتي هنعمل مشروم بالخضروات. لو في ناس كتير ما بتحبش تاكل او في جزء من انظمه الريجيم وانظمه الدايت ما فيهاش بروتينات حيوانيه، او الناس اللي هم عندهم ما بيحبوش، ناس نباتيين ما بيحبوش ياكلوا فراخ او لحمه او سمك او اي نوع من انواع الحيوانات، الطبق ده مناسب جدا، الطبق ده نباتي، ممكن ناخد منه عناصر غذائيه متكامله من غير ما نكون هناكل بروتين حيواني. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي، تعالوا نقول مقاديره ونخش على طول على الطبخ. يلا بينا. نص كيلو مشروم كامل، عايزه كامل وهوري حضراتكم ليه كامل. فلفل متقطع، بصل متقطع شرايح، طماطم مكعبات، ثوم مفروم، جنزبيل فريش مفروم، معلقه عصير ليمون، ورق كزبره ده هيتحط في الاخر طبعا، زيت نباتي مش كتير، عيش بلدي اسمر. يلا بينا نشوف هنطبخ ده ازاي، يلا بينا نشوف هنعمل ايه بالظبط علشان ناخد طعم حلو. طيب الطبق اللي ما فيهوش لحمه او فراخ او سمك، في بعض الناس هتحس ان هو طعمه مش قوي، طعمه مش غني، طعمه مش بيشهي، بس لا، احنا ممكن حاجه زي المشروم ممكن نطلع منها نكهه حلوه جدا، حاجه بيقولوا عليها امامي، هيخلي فيه طعم غني وطعم متقبل جدا. طب هنعمل ايه؟ هحط المشروم في بوله، وبعدين هجيب ملح وفلفل، او الملح وفلفل اهو، هجيب ملح وفلفل هنا وهرش على المشروم رشة سريعة كده، وبعدين هقلب المشروم. بصوا بقى هعمل ايه عشان ده مهم قوي. هجيب دلوقتي شوية مية هخليهم جنبي وهقول لحضراتكم ليه، وشوية زيت صغيرين في الطاسة اللي على النار، وبعدين هجيب المشروم هحطه يتشوح بشوية زيت صغيرين قوي. حلو. وبعدين أنا عايز أطلع طعم حلو من الخضار، طعم حلو من المشروم، وهقلب المشروم على النار لغاية بس كده ما ياخد لون حلو من جميع الجوانب بتاعته، ونقلب علشان أطري المشروم وأطلع طعمه الحلو. بعمل إيه؟ بجيب المية وانزل بيها شوية شوية، هنزل ببقى مية صغير كده وهقلب. الطريقة دي هتخلي المشروم طعمه حلو جدا وطري جدا في نفس الوقت، وهقلب استمر في التقليب. سامعين هو عمال يزقزق ازاي؟ حاجة كده ايه، تحس ان في عصافير في الحلة. نقلب، تعالوا نقرب ده كده شوية، وهنزل بشوية مية كمان وهقلب. شايفين انا كده بعمل ايه؟ انا كده بدبل المشروم، بخلي المشروم سهل في المضغ، وهقلب استمر في التقليب. امتى بقرر ان انا احط ميه مره كمان؟ لما الدخان يبطل يطلع، ولما الاقي ان الميه اللي تحت خلاص نشفت بروح حاطط بق ميه صغير جدا. طيب عايز اقول لكم على حاجه في الوصفه اللي فاتت، الوصفه اللي فاتت انا ما حطيتش فيها البروكلي في الفرن. ليه ما عملتش كده؟ علشان انا مش هحط البروكلي غير قبل ما اطلع من الفرن بثلاث اربع دقايق بس، ياخد طعم الشويه، لكن هو كده كده نازل في ميه سخنه بتغلي وطلع من الميه السخنه دي، فخلاص تقريبا مش محتاج غير دقيقتين ثلاثه بس في الفرن ياخد طعم الشويه. طيب هقلب وهستمر في التقليب، خلاص الميه نشفت هروح منزل شويه ميه صغيرين قوي وهقلب تاني. بصوا بقى، في الطبيعي لو احنا عايزين نسوي مشروم مثلا، فالمشروم يا اما بيتحمر في زيت، يا اما ان هو بيتعمل تشويح في زبده وزيت كتير، يعني يا اما يتحمر في زيت غزير علشان يطلع متحمر، يا اما بيتشوح في زيت قليل. احنا النهارده ولا عايزين نعمل ده ولا عايزين نعمل ده، احنا النهارده عايزين نطريه باقل كميه دهون ممكنه، فبستخدم الطريقه دي، شويه زيت صغيرين وبقوا ميه كل شويه. اتفضل يا احمد، قول لي. ممكن تعلي صوتك، انا مش سامع. تمام. يا اهلا وسهلا استاذه بيسان، ايه الاخبار؟ خط قطع، معلش. ممكن تحاولي تكلمينا مره ثانيه؟ هنستناك. طيب انا بقلب في المشروم، شغال تقليب في المشروم، انا بطري المشروم، هوريكم بعد ما نخلص هيبقى عامل ازاي بالظبط، هيبقى حلو جدا. يا استاذه الاء، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك.
ايه الاخبار قوليلي؟ لا انا اول مره اسمع صوت البرنامج. لا انا مش سامعك، ممكن تقولي مره كمان؟ اول مره اسمع البرنامج. يا اهلا وسهلا، طبعا انا مبسوط ان حضرتك اول مره النهارده تتفرجي على البرنامج. طب ايه رايك في الاطباق اللي احنا عاملينها النهارده؟ جميله تحفه تحفه. ايه طيب الحمد لله يا رب دايما. انت عارفه ان احنا بما ان انت اول مره تشوفي البرنامج ممكن اعرفك سريعا على البرنامج كده؟ ممكن. بصي يا فندم، احنا بنعمل الفورمات بتاع البرنامج او شكل الحلقات بتاعت البرنامج ان كل يوم ليه سمه خاصه، كل يوم ليه شكل معين مختلف عن اليوم الاخر. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان احنا يوم الجمعه بنعمل لحضرتك اكل صحي او اكل اطفال، يعني كل جمعه لو الشهر فيه اربع جمعه فيوم بنعمل اكل صحي، يوم جمعه بنعمل اكل اطفال، يوم بنعمل اكل مثلا مناسب للسكر او للضغط، يوم تاني بنعمل فيه او هنعمل فيه ان شاء الله مشروع، هنقدم مشروع كامل. يوم السبت هنكون بنعمل لحضرتك اكل سريع، اليوم بقى اللي انت عندك فيه تنفيض، اليوم اللي انت مش فاضيه فيه او كنت بتجيبي الاولاد من المدرسه وما عندكيش وقت ان انت تطبخي، يوم السبت هيبقى مناسب جدا، بنعمل اكل سريع يتعمل حاجه اسمها وان بوت ريسيبي، اكل بيتعمل في طاسه واحده او حله واحده عشان يبقى سهل ان حضرتك تعمليه بسهوله. يوم كده يوم الجمعه ويوم السبت. يوم الاحد بنعمل لحضرتك اكل مصري مطور، يعني نفس الاكل المصري اللي احنا بناكله في بيوتنا بس احنا حاطين فيه تاتش بسيط كده يخلي الطعم بتاعه مختلف شويه. يوم الاثنين بنعمل اكل الشارع، بنشوف احنا بناكل ايه في الشارع وبنحب ايه من اكل الشارع، طب نعمل الاكل ده ازاي في البيت، بنعمل الكلام ده يوم الاثنين. يوم الثلاث بنعمل اكل قليل التكلفه، الاكل قليل التكلفه اكل ساعات ما فيهوش لحمه وفراخ وسمك، وساعات فيه لحمه وفراخ وسمك بس قطع رخيصه وقطع مش كبيره بنطلع منها سفره كامله. يوم الاربع بنعمل اكل دولي بس بنستخدم فيه مكونات مصريه ومكونات مش مستورده، مكونات محليه الزراعه او محليه التصنيع. يوم الخميس بنعمل اكل من بواقي الاسبوع اللي احنا عملناه، بنشوف الاسبوع احنا طبخنا فيه ايه وايه اللي اتبقى في الثلاجه، بناخد البواقي دي نعمل بيها سفره كامله. ده الفورمات بتاع البرنامج لقم هنيه، اتمنى ان هو يعجب حضرتك ومبسوط ان حضرتك اول مره تتابعينا وعايز حضرتك تتابعينا على طول ان شاء الله. طيب بصوا بصه كده هنا اخيره، انا دلوقتي هحط اخر شويه ميه على المشروم، المشروم طري لازم دلوقتي هروح ابص على الفرن اتاكد واطمن واشوف الفراخ اخبارها ايه، وصلت لانهي مرحله بالظبط. نبص عليها بصه سريعه، الفراخ كده زي الفل. اللي انا محتاج اعمله ان انا محتاج ان انا احط المشروم، فانا دلوقتي هحط مش المشروم هحط البروكلي، هاخد دلوقتي البروكلي كده وهحطه هنا اهوت، انا بس مش عايزه يغمق، انا عايزه بس يا دوبك كده ياخد لسعه الفرن وياخد من طعم الطاجن الجميل ده. حط هنا بعد ما يطلع من الفرن هوري حضراتكم ممكن برضو نغرفه ازاي بشكل لطيف جدا. طيب خلاص انا كده حطيت البروكلي مع الفراخ، هقفل. يا استاذه ناهد اهلا وسهلا بحضرتك. الو استاذه ناهد ازي حضرتك؟ بخير ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير منورانا. ده نور حضرتك، انا اول مره في حياتي اكلم برنامج على فكره. اول مره تتابعي برنامج؟ اه ده شرف ليا والله. يعني عمري ما اتفرجت على اي برنامج بس انا حبيت اقول لك مبروك عليك البرنامج وعايزه اقول لحضرتك ان بجد انت مميز والله ربنا يخليك يا رب، والله كلامك بيسعدني جدا، ربنا يكرمك يا رب تسلمي لي. بجد انا حبيت بس اتصل عشان اقول لك كده وعايزه اقول لك انت فعلا مميز وبتعمل تكات حلوه بتعجبني فعلا، يعني في حاجات بسيطه كده بتحطها بس لا مميز، كل شيف ما شاء الله يعني كلهم ما شاء الله كويسين بس صحيح. انت لا ليك تكاتك كده كلنا بنكمل بعض يعني. والاختلاف ده بيثري المحتوى لان هتلاقيني في حد ليه اتجاه معين واحد اخر ليه اتجاه تاني، فهتلاقي لما تحط الصوره مع بعض كده هتلاقي الصوره مكتمله، كل ده لمصلحه المشاهد. بس حضرتك مميز يعني ليك تكات كده ظريفه، لا حاسه ان شكل الاكله كاني عارفاها بس بلاقيك بتحط فيها حاجات بجد بتخلي شكلها مختلف يعني. بصي اقول لك على حاجه، انا في مكونات حلوه يعني مثلا فكره مثلا زيتون مثلا مخلل بيدخل في الاكل زي الاكل المغربي، تكات كده مثلا هنديه ورش حاجات حلوه قوي يعني بجد والله انت مميز. وانا هقول لك على حاجه، انا هقول لك مبروك والله. الله يبارك فيك. هقول لك على حاجه، انا يمكن بس يعني انا الطبخ بالنسبه لي هو شغف اكتر منه ما هو مهنه، يعني انا شيف بس في نفس الوقت انا بحب اللي انا بعمله ده، انا اخترت ان انا لا أكون... على فكره هو واضح قوي على الشاشه حضرتك انت لما بتعمل الاكل باين جدا ان انت بتحب الحاجه اللي حضرتك عاملها. تسلمي تسلميني مجرد طبخ وخلاص او مكوناتها على بعض فده واضح جدا يعني بجد انا بقول لك مبروك الله يبارك فيك بسم الله ما شاء الله عليك يعني الله يبارك فيك
مبسوطين ان انت في البرنامج يعني. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي، نورتينا والله. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ خلاص عملت تشويح للمشروم. استاذه كريمه هناخدها واحنا بنشوح الخضار في معلقتين، في معلقه زيت صغيره قوي. يا استاذه كريمه ازاي حضرتك؟ استاذه كريمه، الو الو، ازيك يا استاذه كريمه؟ ازيك يا اقول ايه بس يا شيف مبدع بصراحه، يعني انا بعشق الاكل الصحي والسكات والحركات الجميله بتاعتك. تسلميلي يا رب، ربنا يخليك. بس احنا بنعمل اكل صحي يوم الجمعه بس، بقيه الاسبوع شغالين براحتنا. عايز اقول لك حاجه، انت تزاي. مش القصه في الاكل الصحي بس هو يوم جمعه، هي القصه في ترتيب الاكل والاكل على بعضه. انا معاكي، وازاي انت بتحط التتبيل امتى وايه البهارات اللي بتمشي مع نوع الاكل. بص يعني ما شاء الله ما شاء الله، اصلا من النوع اللي مش بقعد اتفرج وبس. انا بتلذذ وانا بتفرج الله عليكي. وانا في يعني الوصفه نفسها. فبجد تسلم وتعيش، وبجد قص البرنامج والقناه كلها تسلموا تسلموا على الاختيار الجميل ده. ربنا يبارك في حضرتك، والله مبسوط جدا من تليفون حضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ويوسف طبعا بيسلم عليك وبيصب عليك ودايما كده مبتهج. الله يسلمك، سلمي عليك كتير جدا، ربنا يخليك، ميرسي ذوق حضرتك. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ انا شوحت الخضار بعد ما شوحت المشروم ودبلته بالميه، كنت بحط ميه شويه شويه علشان ادبل المشروم. الخضار هنا انا خلاص شوحته كفايه جدا. بعد ما بخلص تشويح بحط الجنزبيل الفريش. متخيلين بقى طعم الجنزبيل الفريش كده؟ بيدي طعم حلو جدا. كمان الناس اللي بتحب اكل اسيوي هيبقى بالنسبه لهم الطبق ده خطير جدا، لان انا حاطط كميه. لا انا مش سامع يا احمد، ممكن تعلي صوت تمام. يا اهلا وسهلا يا استاذ نور الدين، اهلا وسهلا بحضرتك. الو، ازيك يا استاذ نور؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ ايه اخبار حضرتك؟ الحمد لله كويس. الحمد لله كويس تمام. انا بقول لحضرتك البرنامج مميز جدا والله وعجبنا جدا. لا انا مش سامعك، ممكن تقول مره ثانيه؟ بقول لحضرتك البرنامج عجبنا كلنا جدا، وانه برنامج مميز جدا. ربنا يخليك يا رب، تسلم، يسلم لي ذوقك. ايه اكتر يوم او اكتر حلقات او اكتر نوع من انواع الاكل بيعجبك؟ بيعجبني يمكن الحمام اكتر حاجه. الحمام؟ اه. طب نعمل لك بقى حمام. لا استنى يا استاذ نور، شايفين نفوت هذه الفرصه. الحمام محشي ولا حمام مشوي بتحبه؟ حمام محشي. حمام محشي. اه. حمام محشي. تمام، ايه كمان؟ بحب برضو الكفتة. الايه؟ كفتة. الكفتة، هنعمل كفتة، احنا عملنا كفتة قريب وهنعمل تاني برضو. شكرا. يا رب دايما كده يعني نبقى عند حسن ظن حضرتك وشرفتنا بالاتصال. طيب هعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ انا دلوقتي اسمحوا لي اقول لكم يا شباب، يعني عشان الشباب هو شباب القلب. طيب كلنا شباب، فعلا كلنا شباب. هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص هنزل الخضار ده هنا في الطاجن، الخضار اللي انا شوحته ده. بعد ما نزلته في الطاجن بالشكل ده، الخضار ده متقطع تقطيعه رفيعه، وواخد جنزبيل وتوم، هيخلوا طعمه غني جدا. بعد ما حطيت الخضار هحط الطماطم وهفردها، وبعدين هحط المشروم. حطيت المشروم وهفرد المشروم هنا وهدخله الفرن. مش هيقعد كتير، هيقعد في الفرن 10 دقايق بس. درجة الحرارة كام؟ تكون 170، ويقعد لمدة قد إيه؟ يقعد لمدة 10 دقايق، هيطلع زي الفل. حاضر، من عينيا الاثنين. طيب أنا دلوقتي هروح أطلع الفراخ من الفرن، وبعد ما أطلعها هدي لك الفاصل بتاعك يا أحمد، من عينيا الاثنين. حاضر. طيب تعالوا كده نبص هنا بصة. أنا كده خلاص طلعت من الفرن طاجن الفراخ بالخضار. شايفين انا سويت، وفي نفس الوقت حافظت على الالوان، حافظت على الالوان، حافظت على القيم الغذائيه. فدي هو ده التحدي، ان انت تطلع اكل صحي طعمه حلو لونه حلو في نفس الوقت، تعمل الثلاث حاجات دول مع بعض. دلوقتي احنا هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه علشان نكمل الوصفه بتاعت النهارده. استنوا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل
بعد ما كنا دخلنا طاجن المشروم بالخضار الفرن وكنا طلعنا طاجن الفراخ من الفرن وحطيته انا في الفاصل على السفره هناك. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ عايز اقول لحضراتكم على سلطه لطيفه جدا، طعمها حلو جدا، مغذيه جدا في نفس الوقت. ليه؟ لان هي فيها بروتينات، فيها تونه، وكمان فيها خضروات، فيها خس وفيها طماطم، فيها كمان زيوت نافعه، هي فيها زيتون والزيتون فيه زيوت نافعه وحلوه جدا، في كمان كالسيوم في البيض، فيها توم، فيها بطاطس كربوهيدرات. عايز اقول لحضراتكم ان السلطه دي تعتبر وجبه كامله، يعني ممكن تاكلوا السلطه دي كانكم كلتوا وجبه كامله، مش محتاجين تاكلوا معاها حاجه تانية خالص على الاطلاق. فخلينا نقول مقاديرها ونشوف هنعملها ازاي بالظبط. يلا بينا نقول المقادير. يلا يا ابو حميد. السلطه دي اسمها نسواز، احنا هنسميها سلطه التونه بس هي اسمها نسواز. طيب هنعمل ايه او ايه المقادير بتاعتها؟ خس، تونه، زيتون مخلل، طماطم اقطعها مكعبات، بطاطس مسلوقه بتقطعها مكعبات الاول وبعد كده مسلوقه، بيض، الدريسنج بتاع السلطه دي او تتبيله السلطه بمعنى اصح، خل، ملح، سكر، زيت زيتون، وتوم مفروم. تاني، المكونات دي مش غاليه، المكونات دي مش كتيره، بس في نفس الوقت هتطلع طعم حلو، طعم لايق على بعض. طيب انا هعمل ايه؟ خلونا بقى نشوف هنعمل ايه في السلطه دي بالظبط. انا هجيب الخس، انا بستخدم خس بلدي، ما بستخدمش يعني يا اما بستخدم كابوتشا يا اما بستخدم خس بلدي، ما بستخدمش الخس الغالي، في انواع تانيه من الخس شكلها حلو جدا بس هي غاليه، فاحنا هنا في البرنامج ما بنستخدمش المكونات المستورده، بنحاول قدر المستطاع على قد ما نقدر نستخدم المكونات المزروعه محليا والمصنعه محليا. ليه بنعمل كده؟ علشان مش عايزين نزود التكلفه. اصلا الدنيا مش ناقصه ان احنا نستخدم حاجات غاليه مش موجوده او غاليه هتكلفنا فلوس كتير. طيب هعمل ايه؟ انا جبت هنا كده الخس. يا استاذه نوره ازاي حضرتك؟ استاذه نوره. ايوه ازيك؟ الحمد لله، كنت عايزه اقول لحضرتك مبروك قوي على البرنامج. الله يبارك فيك يا رب. وكنت عاجبني قوي. طب الحمد لله. وكنت عايزه اعرف من حضرتك طريقه اللازانيا. من عينيا الاثنين. عايزه طريقه اللازانيا، انت عايزه اللازانيا تبقى باللحمه المفرومه ولا عايزاها تبقى بايه بالظبط؟ عايزه حشوتها ايه؟ باللحمه المفرومه. باللحمه المفرومه. طب ايه كمان؟ ايه كمان حابه نعمله لك في مره من المرات؟ مكرونه بشاميل او فريك بالحمام. طريقه الحمام. طيب احنا كاتبين اللازانيا استاذه نور، وعايزه حمام كمان. الحمام عايزاه محشي؟ محشي بالفريك. فريك، خلاص يبقى كده عندنا حمام محشي، نعمله فريك عشان حضرتك. ونقول لي بقى استاذ نور. تمام. هنا في الحمام استاذ نور الدين واستاذه نور، فواضح ان كل الناس النور كده بيحبوا الحمام. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نورتينا جدا وشرفتينا باتصالك. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا جبت خس، والخس ده قطعته زي ما حضراتكم كنتوا شايفين كده وانا بقطعه، وحطيته في الطبق زي ما هو كده، خس بلدي. يا مدام ناديه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، الف مبروك على البرنامج الحلو ده. الله يبارك في حضرتك، والله ده ذوقك. تسلمي لي يا رب. بس نفسي الحقيقه تقول لي على طريقه عمل الكفته المشويه. من عينيا الاثنين هقول لحضرتك عليها. هعملها لك في حلقه وهقول لك عليها دلوقتي كمان. انت عايزه الكفته دي؟ لو سمحتي بس قولها لي كده عشان بعملها وقلت انا من عينيا الاثنين. من عينيا الاثنين. حضرتك هتعمليها دلوقتي، ممكن تقولي لي هتشويها ازاي؟ هتشويها على فحم ولا هتشويها على جريل في البيت؟ لا هحكيها يعني بعد ما برمها هدخلها الفرن وبعدين اعمل لها الفحمه. حلو، يعني هتعمليها بطريقه الفحمه، ان انت تشويها في الفرن بعد كده تطلعيها تحطي لها فحمه ونقطه زيت وتغطيها. أيوة كويس عشان تاخد من الريحه. بس يعني اعجنها بايه وال هقول لك كل حاجه. طب انت عايزه تحطي معاها بطاطس ولا عايزاها زي ما هي كده؟ لا زي ما هي. زي ما هي كده حلو. يعني لحمه وايه احط مع اللحمه ايه في الفرن؟ طيب هتعملي قد ايه لحمه مفرومه عشان اقول لك المقادير بالظبط؟ كيلو. كيلو لحمه مفرومه. طيب هقول لحضرتك حالا دلوقتي. بصي يا فندم، انا عايز حضرتك مبدئيا احنا عايزين الكفته القوام بتاعها يبقى متماسك، يعني انا عايز الكفته تبقى ماسكه في بعض بعد ما تشويها في الفرن، ما تبقاش مفروله فتيجي تاكلي صباع الكفته كده تحسي ان هو بيفرول. فهنعمل ايه؟ هنجيب كيلو لحمه المفرومه وهنجيب ربع كيلو بصل. حضرتك هتبشري البصل ده بالمبشره وبعدين بعيد عن الكفته، وبعد كده تروحي واخده البصل المبشور ده في الحوض وتعصريه، عشان انا عايز حضرتك تستخدمي التفل بتاع البصل، مش عايزك تستخدمي البصل المبشور نفسه، عايز التفل بتاعه بس. هتاخدي كده زي ما قلت لحضرتك كيلو لحمه، ربع كيلو بصل مبشور وبعدين معصور، مش هنستخدم ميته، هنستخدم بس التفل بتاعه. فاحنا كده
هنحافظ على القوام بتاع الكفته. الكفته مش هتبقى طريه، الكفته هتبقى ماسكه في بعض كويس جدا. طيب عايز حضرتك كمان تحطي عليها بابريكا، حطي معلقه بابريكا صغيره حلوه جدا، ملح وفلفل. حضرتك حطيتي كده بابريكا، حطيتي ملح وفلفل، وحطيتي بصل، لو عندك جوزه الطيب حطي رشه جوزه الطيب بس صغيره كده. المكونات دي مش كتير، التتبيله دي مش كبيره، ما حطيناش فيها توابل كتير، احنا ما حطيناش غير بابريكا وجوزه الطيب، ملح وفلفل، وشويه تفل بصل. مش عايز حضرتك تزودي في التتبيله، مش عايز تزودي في المكونات الكتير اللي بنتبل بيها. ليه؟ علشان في النهايه انا عايز حضرتك تدوقي طعم اللحمه، تدوقي طعم اللحمه متبله بتوابل خفيفه، فالاصل هو ان انت تدوقي اللحمه. بعد كده هتستمري بقى بنفس طريقتك العاديه جدا، هتصبعيها او تعمليها كور، هتحطيها في الفرن. بعد ما تستوي في الفرن هتطلعيها وهي سخنه، تحط لها الفحمه. ليه وهي سخنه؟ عشان وهي سخنه هتقدر ان هي تاخد ريحه الفحمه اكتر ما تكون بردت. لما بتبرد قدرتها على ان هي تمتص ريحه الفحمه بتبقى اقل بكتير جدا. اتمنى اكون جاوبت حضرتك اجابه شافيه وفيه. طيب شكرا لحضرتك جدا. اهلا وسهلا يا استاذه مها. اهلا، ازي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ منورانا. الله يخليك. بتكلمينا منين؟ القاهره. من القاهره، يا اهلا بيك، احسن ناس. كل المحافظات حلوه طبعا يعني. ربنا يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجتين. هو في حاجه ديزيرت كده هي بتبقى زي بلح، بتبقى كوره كده زي البلح وبيبقى عليها من فوق جوز هند او شوكليت او كده، فكنت عايز اعرف هي الكوره دي بيكوروها ازاي؟ مثلا بيحطوا عليها حاجه عشان تتعجن مع بعض؟ قوليها تاني كده، قوليها تاني كده. كوره بتبقى ايه؟ ديزرت كده هو عباره عن كور ديزرت بلح. كوره من البلح. حلو. من البلح ده من جوه ولا من بره؟ لا من جوه. من جوه. حلو. ومن بره بيبقى عليها شوكليت مثلا شوكولاته او جوز هند او كده. حلو. فكنت عايز اعرف البلح ده لما بيجوا يكوروه هو نفسه بيحطوا عليه حاجات؟ على لازم يحطوا عليه حاجات. هقول لحضرتك الحاجه. فانا عايزه اعرف الحاجات دي. اوكي، من عينيا الاثنين. هقول لك حالا. حلوه الفكره دي وهعملها لك في مره، خاصه ان البلح دلوقتي موجود في السوق بوفره، والوصفه دي بنستخدم فيها بلح يكون طري، ما ينفعش نستخدم فيها البلح الزغلول الاحمر ده ولا البلح الاصفر الناشف، لازم نستخدم فيها بلح طري، بنستخدم بلح الامهات، البلح ده بنقشره وبعدين بنهرس لحم البلح. بس لما نهرس لحم البلح بس كده، ده مش هيدينا القوام اللي حضرتك بتتكلمي عليه، اللي هو داخل الكوره، كوره الديزرت اللي جواها بلح ومتغطيه سواء بقى كانت بشوكولاته او باي نوع من انواع الغطاء يعني. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ان انت لازم تضيف لها قوام اخر، لازم يتحط لها حاجه ثانيه تتقل قوامها. طب ايه الحاجه الثانيه دي؟ ممكن معلقه نشا، يعني معلقه نشا ونلف لغايه ما نحصل على قوام كويس عشان يبقى قوامها ينفع يتكور. لان انت لو جبتي البلح الامهات ده وهرستيه لوحده كده هتلاقي ان هو معجن، مش عارفه تلميه مع بعضه، فلازم نحط لها معلقه نشا. ولو بتساليني كمان ممكن اقول لك تحطي معلقه جوز هند. ليه؟ النشا هيمسك وجوز الهند هيرمل، فهيخلي القوام مرمل مع قوام البلح الطري المهروس، الاثنين دول مع بعض كده هيبقوا حلوين. حاجه كمان، جوز الهند طعمه بيليق جدا مع طعم البلح، فجربي كده. هعملها لك في مره بس هقول لك سريعا كده. هاتي البلح الامهات الطري، شيلي منه البذر والقشر، اهرسيه كويس، حطي عليه معلقه نشا، حطي عليه معلقتين ثلاثه جوز هند واعجنيهم مع بعض، دوريهم مع بعض كويس تمام، وحطي لهم حاجه ثانيه تديهم نكهه حلوه. يعني ممكن تحطي لهم مثلا شويه قرفه باودر صغيرين كده، حاجه تديهم طعم وتعلي الطعم بتاعها كمان. هتلفي ده مع بعضه وتشكليه على شكل كور، وبعد كده تاخديه تحطيه في الفريزر. بعد ما تحطيه في الفريزر تطلعيه وهو كور مجمده. بعد ما طلعتيه وهو كور مجمده تقدري بقى ان انت ساعتها تحطي عليه، تحطيه على شبكه سلك وتنزلي عليه بالشوكولاته اللي انت مجهزاها ومسيحها. الشوكولاته مش عايزها سخنه قوي علشان ما تسيحش كوره البلح، وفي نفس الوقت ما تبقاش بارده قوي، فما ينفعش تنزل معاكي على الشبكه. هتحطي طبق تحت فوقيه شبكه سلك عليه كوره البلح اللي انت عملتيها، بعد كده تجيبي الشوكولاته سواء بيضه او سوداء الداكنه يعني او الشوكولاته البيضه، وتبتدي تنزلي على كل كوره من كور البلح دي، ويكون القوام تقيل بتاع الشوكولاته. قوام الشوكولاته التقيل ده هيعمل طبقه هتغطي وهتحتوي كوره البلح دي. بعد كده هتحطيه في الثلاجه، مش محتاجه فريزر تاني، هتحطيها في الثلاجه وتقدمي. اتمنى يعني اكون جاوبتك اجابه شافيه وفيه برضه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هطلع طاجن المشروم من الفرن. طيب خلاص خلينا بقى ايه نغرف ده. طلعت الطاجن من الفرن، لسه هغرفه في حاجه خارجيه حالا دلوقتي، بس خلينا نكمل السلطه في السريع المريع. هاجي هنا، انا حطيت الخس خلاص في الطبق. حلو. في نفس الوقت قطعت الطماطم وقطعت البيض، فاضل ايه؟ فاضل البطاطس عندي اهي،
كل اللي انا هعمله دلوقتي هو عمليه تجميع. انا هجمع المكونات دي مع بعض، هجمع المكونات دي مع بعض علشان ارص السلطه. فانا هجيب البطاطس، هبتدي ان انا احطها على الاطراف. انتوا عارفين لما كنت بدرس طبخ كان في نوعين من السلطه، في سلطه اسمها سلطه مختلطه وسلطه اسمها سلطه مركبه. يعني ايه؟ يعني السلطه اللي بتبقى كل حاجه متقلبه مع بعض دي اسمها مختلطه، السلطه اللي احنا بنقعد نرص فيها كده اسمها سلطه مركبه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب بقى شويه من الطماطم نحطها هنا، هنا اهوت، هنا اهوت، وبعدين الدريسنج بقى هنحطه طبعا في الاخر. هجيب الزيتون، ده زيتون مخلل محشي جزر، لو احنا عندنا ده خير وبركه، ما عندناش ممكن نحط زيتون مخلل بس. كمان لو ما عندناش لو ما عندناش زيتون كامل كده ممكن نحط زيتون الحلقات، على حسب ما انتوا عايزين. انا بس بحب اكتر الزيتون المخلي ده اكتر من الحلقات، بس لو انتوا عندكم يعني رغبه اخرى مفيش اي مشاكل. طيب نعمل ايه؟ خلاص تمام، يلا بينا. هعمل ايه تاني دلوقتي؟ هبتدي بقى دلوقتي ان انا احط شويه كمان من البطاطس، وبعدين هنا كده مش عايزين نكتر برضو، عايزين تبقى الكميات متناسبه مع بعض. وبعدين هحط بيض. ما تستغربوش ان السلطه فيها بيض مسلوق، عايزكم تدوقوها هتعجبكم جدا انا متاكد. طيب هجيب بقى بعد كده قطع التونه، خلينا نجيب معلقه. هجيب قطع من التونه، مش عايز افرمها، عايز اسيبها كده ايه قطع زي ما هي كده. لو انتوا جايبين تونه مفتته مفيش مشكله حطوها برده زي ما هي. انا كمان ما كترتش التونه عشان ما تبقاش برده غاليه ومكلفه. احط كمان شويه زيتون كده من فوق خفيف، مش عايزين نضيع طعم ولا لون التونه. كده حلو جدا، ناقص بس ان انا اعمل لها الدريسنج بتاعها. فهجيب معلقه السكر صغيره، وهجيب الثوم، هجيب خل وزيت وهحطهم سوا، هقلبهم، هنزل بيهم على التونه. بكده هكون خلصت السلطه دي. واحنا غرفنا لحضراتكم الفراخ، هنغرف حالا المشروم. نجيب معلقه سريعه، نقلب تقليبه، مش هحط طبعا كل ده لان كميه التوم كتيره، لا بس هحط كده ايه على السلطه من فوق. طبق شكله حلو جدا، طعمه حلو جدا، عايز حضرتك تجربوه، انا متاكد ان هو هيعجبكم جدا. خلينا ناخد الطبق ده نحطه على السفره هنا. انا عايزكم بقى في الطبق ده او في المنيو ده عايزكم تستخدموا عيش بلدي، وانتوا بتاكلوا بقى المنيو ده كلوا عيش بلدي. ليه بنقول عيش بلدي؟ عشان العيش البلدي فيه دقيق اسمر. طب ايه فايده الدقيق الاسمر؟ الدقيق الاسمر سهل في الهضم، اسهل بكتير جدا من الدقيق الابيض. طيب هبتدي ان انا اقلب تقليبه قبل ما اغرف الطاجن، تقليبه سريعه، وهاجي هنا في الطبق هغرف طبق المشروم بالخضار اللي احنا عملناه بطريقه سهله، في نفس الوقت طعمها حلو، مش عايزين نتنازل عن الطعم ابدا. كده اهوت خلاص، نغرف شايفين حطيت الطماطم في الاخر عشان الطماطم ما تتبلش. هاخد الطبق ده هحطه هنا. دي كانت سفرة النهارده، ممكن نبص عليها بصة يا احمد، علشان هو اكل صحي فهو محافظ على لونه. الخضار في الاكل الصحي ما بيبقاش دبلان، البروتينات في الاكل الصحي ما بتبقاش مستوية سوى زائد او سوى ناقص، بتبقى مستوية بالظبط زي ما تكون مستوية. عملنا النهاردة ايه؟ عملنا لحضراتكم طاجن فراخ مشوية مع الخضار، في نفس الوقت عملنا طاجن مشروم
مع الخضار. ليه عملنا فراخ مع الخضار ومشروم مع الخضار؟ علشان الاشخاص النباتيين يقدروا يلاقوا وصفه ليهم، والاشخاص اللي بياكلوا لحمه وفراخ وسمك يقدروا يلاقوا برضو وصفه ليهم. عملنا كمان سلطه حلوه جدا اسمها سلطه النسواز او سلطه التونه مع البطاطس المسلوقه والخضار. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبت حضراتكم، اتمنى تكون الوصفات عجبت حضراتكم، اتمنى ان حضراتكم تجربوها وتبعتوا لنا على صفحه البرنامج لقمه هنيه على فيسبوك تقولوا لنا ايه الاخبار وتبعتوا لنا صور من الاطباق اللي انتم بتعملوها. استنونا بكره، يلا شكرا جزيلا.